انا قلت لك المشكل فين كاين، انا قلت لك بلا ان المساله ديال التقارير، سولتيني على التقارير اللي كتوصل على اساس انها كتقول كل شيء مقاد، هذه هي المعضله اللي كاينه. وهذا الشيء ماشي غير في وزاره التربيه الوطنيه اللي يكون في علم الجميع، هذا الشيء في كل القطاعات كتلقى بلا انه المدبرين كيديروا تقارير ديالهم على اساس الامور بخير والعام زين وكل شيء مقاد، كتعطى المعلومات وهاد التقارير كتوصل للوزير ولا المسؤول على القطاع حتى هو في التصريحات ديالو في الجلسات الرسميه وفي بناء المشاريع وكذا ان الامور مقاده مزيانه. حنا كنشوفوا دابا التصريحات اللي كيدير السيد وزير التربيه الوطنيه، نتكلم لك على وزير التربيه الوطنيه بحكم هذا اهتمامي والبحث ديالي المستمر في هذه المساله ديال السياسه التعليميه. كتلقى مثلا تيقول لك بلا انه عندنا 95 ولا 96% من المؤسسات فيها القاعات المتعدده الوسائط وفيها الانترنت بواحد الثمن عالي جدا وما كاينش في شي مكان اخر لانه بار ساتيليت. هذا تصريحات ديال السيد الوزير، ولكن الواقع يقول شيء اخر. الواقع هو ان ما كاينش هذا الشيء بواحد النسبه ضعيفه، بل اكثر من ذلك كيقول لك هو مثلا انه الاساتذه من هذيك القاعه المتعدده الوسائط غادي يمكن يديروا الدروس ديالهم ويتفاعلوا مع المتعلمين وكذا، علما انه ولا نفرض حنا انه كاينه هذه العمليه، كاينه مثلا هذا في كل مؤسسه. راه كنلقاو في الابتدائي كتكون مدرسه مركزيه، لنفرض غادي تكون راه تكون في المدرسه المركزيه فقط، علما ان كنقول لك راه شي ما كاينش. كان في واحد الفتره من الزمان في اطار البرنامج الاستعجالي بدا النقاش حول شي مديريه متخصصه في هذه المسائل انه كل شيء غادي يتكون وكل شيء غادي يدار له وغادي يديروا القاعات المتعدده الوسائط وغادي يتجهزوا ابتداء من 2009. وبلا انه من بعد راه جا السيد الوزير الاخر الوفاء قال لهم ما عنديش انا، ما هذا الشيء ما كاينش، انا خصني ما عنديش قاعات خصنا سي يخدموا. ثم هذاك الشيء اللي كان راه تلاشى، ثم هذاك الانترنت اللي تكلموا عليها راه كاينه الانترنت، راه من النهار تحط هذاك الشيء ما دار له لا يستي لا والو. وهكذا بمعنى وزير التربية الوطنية أو غيره من الوزراء ملي كيقول لك عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، لأنه المدبرين كيدير المراسلات ديالو للمدبرين وتيقول لهم قولوا لي شنو عندي هنا وشنو عندي هنا، وكيقولوا ليها اللي عطى الله هو حتى هو تيجي تيقول وصافي. إذا حنا كنمشيو بحسن النية على أساس أنه هذوك راه تقارير وصلوا للسيد الوزير، ما غاديش نقولوا مثلا بلا أنه وزير عارف هذه المسائل وكذا، ولكن هذا منصب سياسي راه كيقول هو هذاك الشيء اللي غادي يقول، وحنا كنتبعوا هذا الشيء باستمرار، لأن ماشي غير هذا هو تكوينات على اساس داروا تكوينات راه ما كاين والو، لانه الامكانيات الماديه وكذا كاين العديد 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 من الحالات اللي هي كتبين لك بصريح العباره على اساس ان التقارير اللي كترفع للمسؤولين غير دقيقه وغير صحيحه، فيها الجزء الكبير منها غير دقيق. ولهذا بدون شك ان ملي غادي نعطي معلومات خاطئه غادي نبني واحد الاستراتيجي على حوايج خاطئه وغتكون النتائج ديال الخطأ وما غادي تحقق حتى شي حاجه. اذا الا استطعنا مستقبلا اننا نديرو غير تقارير دقيقه ونقولوا هذه عندي هذه ما عنديش هذه وصلت لها هذه ما وصلتش ليها، نقدروا نحققوا شي حوايج. ولكن الطموح حنا باقيين كنعيشوا هذه المساله ديال قول العام زين، وانه الا كتبتي بلي راه ما عندكش غادي 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 يعصيوك بالدرجه بالدرجه هذه، راه الا قلتي ما عنديش ولا ما درتش ولا كذا لان ما عنديش باش ندير غادي يعصيوك، اللهم كتقول درت وهكذا دوالك. اذا راه مره اخرى كنأكد على اساس الازمه ديال الثقه اللي كاينه ما بين المواطنين والمؤسسات جات من هذه المساله ديال انها كتوصلها التقارير غير صحيحه من عند المدبرين ديال العمليات، وهاد التقارير ملي هما كيتكلموا المواطن كيشوف بعينه بلا انه داكشي ما كاينش، والمسؤول تيقول راه كاين وهكذا دواليك.